هذه الأفاضل أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم دوما بكل الخير، ونلتقي في يوم جديد وخيمة جديدة هذا المساء، وتلونها كثير من الموضوعات على الرغم من أنه كأس العالم والمونديال لعله أيضا يعني يزاحم الأحداث في السطح في هذا الشهر الكريم، وسهرات رمضانية كروية من طراز عالي قدمت. لكن بالأمس كان الحقيقة يوم استثنائي، واحد من المفاجآت المدوية خسارة البرازيل الثقيلة بالسبعة من الماكينات الألمانية. قبل أن نبدأ هذا البرنامج اليوم، نحن سنتحدث عن الإسراف والتبذير، ويبدو أنه بالأمس كان هناك إسراف كبير في الأهداف، لذلك نبدأ هذه الجولة بهذه المشاهد ربما التي تحكي عن الخبر. Like an eagle and we all we play like we dance only today. There's no tomorrow, we're all behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. إذن كان هذا هو حال العالم البارحة، والخروج المدوي والمزل للبرازيل. حقيقة الصحف البرازيلية اليوم كانت الكلمات الأكثر بحثاً على الإنترنت هي الزلزال، الكارثة، المجزرة، الإزلال. هذه الأربع كلمات كانت هي المتداولة في الصحافة. الألمان اكتفوا وقالوا عبر صفحاتهم ليس لدينا ما نقوله، كانوا مهذبين يعني. وبالفعل كانت مفاجأة من العيار الثقيل وزلزال برازيلي على 7 درجات في مقياس ريختر. ندخل إلى أجواء الحلقة مشاهدي الكرام، وعنوان الحلقة كما أسلفت هو مجتمعات تبالغ في الهدر والإسراف وسط جوع وفقر مجتمعات أخرى. أرحب بضيوف الأكارم، قبل الترحيب بهم أيضا أرحب ب لا أقول ضيفتي طبعا، ولكن زميلة والمشاركة أيضا في هذه الخيمة. في كل يوم يشارك الزملاء معي في خيمة سي إن بي سي عربية الزميلة مؤمنة فاعور. مساء الخير عليك، وكل سنة وانت طيبة، وشايفك متعطي من المشاهد لأنك برازيلية يعني من العيار الثقيل. وأرحب ترحيب كثير وحار بضيوفي هذا المساء. معي هنا في الاستوديو السيد سلطان محمد الشحي، مدير مشروع حفظ النعمة التابع للهلال الأحمر الإماراتي، وهذه المبادرة التي تهدف لجمع فائض الطعام من الأفراد والمؤسسات والفنادق، ومن ثم تقوم بتوزيعها للمحتاجين في الداخل والخارج، واسمها كرسمها. سنتعرف على جوانب كثيرة في هذه المؤسسة. سعيد أن يكون معي الأستاذ الدكتور مهندس يسري الشرقاوي، المستشار والخبير الغذائي، وهو الرئيس التنفيذي أيضا لبيت الخبرة، هذه الشركة الممتدة الاستشارية التي تعنى بأمر الغذاء في منطقتنا العربية. وسيكون معنا أيضا وينضم إلينا من الدوحة السيد فيصل العشاري، الباحث الاستشاري والاجتماعي، لنحلل معه أبعاد كل هذه الظواهر. ومن القاهرة أيضا معنا السيد مصطفى زمزم، المدير للأورمن لرعاية الأيتام والمساعدات الخيرية، ولعل الأورمن اسمها قد تجاوز مصر وخرج ليعرفها كل العالم من خلال أيضا المجهودات الكبيرة التي يقوم بها في هذا الاتجاه. هؤلاء هم ضيوفنا مشاهدي الكرام في هذه الجولة، وهذا هو موضوعنا بهذه الحيوية وبهذه الأهمية. وبدءا دعونا نتوجه بالسؤال للسيد سلطان الشحي وهذه المبادرة الطيبة فضل النعمة وفضل الزهر، يعني هي غريبة شوية في مسماها لكنها عميقة في محتواها. أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حفظ النعمة من اسمها نفسه، يعني هو مشروع من أحد مشاريع هيئة الهلال الأحمر الذي يقوم بأخذ الأطعمة المطبوخة وتعبئتها وتغليفها حسب نظام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية،
وإيصالها للناس المحتاجين داخل الدولة. نعم. دكتور يسري الشرقاوي، وأنت سيد العارفين أن ظاهرة الهدر الغذائي تقلقكم بشكل كبير، إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك غذاء صالح للاستعمال الآدمي لكنه يروح هكذا هباء منثورة لأسباب كثيرة لوجستية وخدمية، وحدثني عن هذا الهدر الغذائي أكثر لفائدة المشاهدين، وإلى أي مدى كان من الممكن أن يكون الحال أفضل مما هو عليه الآن؟ وفي الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكرك وبشكر كل مستمعين سي ام بي سي في العالم العربي، وببارك بالشهر الكريم لكل مستمعينا. وأنا بتخيل أنه إذا كان في هدر في الغذاء في العالم سنويا، إلا أن هذا الهدر منحنى الهدر فيه بيزداد في شهر رمضان. إحنا طبعا ما فيش شك أن العالم بيعاني أزمة غذاء، وأزمة الغذاء يعني تحدثت فيها كثيرا، ولكن هناك كثير من طرق الهدر في الغذاء في الاستهلاك، وهنتكلم النهاردة تحديدا في الاستهلاك بما أننا بنستعرض شيء يخص الغذاء في شهر رمضان. وأنا شايف من خلال الإحصائيات ومن خلال مجموعة من الدراسات اللي تمت في المنطقة في الفترة الأخيرة، أنه المنطقة العربية تحديدا أو العالم الإسلامي بيستهلك في شهر رمضان غذاء يعادل استهلاكه للسنة كلها 12 شهر. فدي طبعا هم نفس الأفراد اللي بيعيشوا على نفس رقعة الأرض، لكن احنا عندنا إسراف في التعامل مع الغذاء، عندنا أكثر من مصدر من مصادر الإسراف في التعامل مع الغذاء. عندنا مصدر مهم جدا هو الحفلات والولائم والأعراس، ده شيء مهم جدا. عندنا حفلات الإفطار، حفلات السحور، كل هذه الحفلات وحفلات المدارس دي كل دي بتكون لها تأثير سلبي على الحفاظ على الغذاء. اتكلمنا برضو مرة من المرات مع الإخوة الإحصائيين والدارسين في بعض الدراسات، اكتشفنا أن الهدر في الغذاء ده لو تم التعامل معه بشكل جيد ربما يأثر على أنه يقفل الفجوة الغذائية اللي موجودة في العالم العربي بمعدل 15-20%. يعني من كل 100 جائع ربما نقدر نأكل 20 جائع 15-20 جائع في العالم العربي من هذا الهدر في الغذاء. طبعا الوفر الهدر وان احنا ناخد الغذاء المتوفر من الولائم والحفلات دي طريقه. الطريقه الثانيه التوعيه والاويرنس، ان احنا نتكلم على التوعيه والوعي، وان الاعلام يشتغل عليه شغل كويس. وانا سعيد جدا ان انا في حلقه من الخيمه في سي ام بي سي ونحن نتكلم على الاسراف والهدر في الغذاء، ودي من المواضيع المجتمعيه اللي بتتصل بالمجتمع مباشره، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نرفع ونؤثر في اقتصاد الفرد، ثم نؤثر في اقتصاد الوطن، ثم نؤثر في اقتصاد المجتمع العربي. نعم صحيح. التاثير في اقتصاد المجتمع العربي ياتي من اهتمام بالغذاء. دعنا نسمع الراي القاهره مؤمنه، معنا السيد مصطفى زمزم مدير جمعيه الاورما لرعايه الايتام والمساعدات الخيريه. نعم تفضلي. انا كان بودي انتقل لسيد فيصل العشاري اولا، بما انه باحث واستشاري اجتماعي. كان في احصائيه وتقارير بتسلط الضوء على الدول العربيه بالاخص بدول الخليج بشهر رمضان، كانوا عمال النظافه تقريبا لما بيلموا الحاويات من امام البيوت بيجمعوا تقريبا 45 من حجم الحاويه هي طعام ملقى من هالبيوت. هل هو مثلا سلوك يعني خلص اجتماعي صارت الناس تستخدمه بشهر رمضان بكل سنة، أم هو نفسي؟ نعم تفضل، تسمعنا سيد فيصل؟ نعم نعم أسمعك. نعم وسمعت السؤال بالضبط. نعم تفضل. أنا كنت منتظر فقط توجيهك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الأخت مؤمنة على توجيه السؤال. بالفعل طبعا هي ليست فقط حالة نفسية، لا نستطيع أن نقول أنها حالة نفسية، ولكن يمكن أن نقول أنه نمط اجتماعي خاطئ تم التعود عليه بسبب أنماط وسلوكيات معينة اعتاد الناس عليها. والمطلوب هو يعني تحوير أو محاولة علاج هذا النمط الذي صار سائدا للأسف، حيث أن فعلا يعني كما ذكرت الأخت أنه ترمى الكثير من المأكولات في سلة القمامة ولا يستفاد منها. وإن كانت بدأت مشاريع يعني كمشاريع حفظ النعمة موجودة مثلا في الدوحة، موجودة يعني كما هو عند الإخوان الإخوة في الإمارات كذلك وفي مناطق أخرى، ولكنه يظل مشروع بسيط
وغير مؤثر يعني بالنسبة للنمط الاجتماعي السائد. نحن نريد أن نتحدث يعني إذا سنحت الفرصة لاحقا عن أن من الأشياء المؤثرة طبعا يعني على الناس، الدين يؤثر على الناس بشكل أساسي، ونريد أن نعيدهم إلى توجيهات الدينية الصحيحة التي تحثهم على عدم الإسراف، كقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والإسراف هو كما في اللغة مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده بألا بأن يأكلوا ويشربوا ولكن بدون إسراف. حتى الآية في بدايتها: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فبين ثلاثة أمور، صحيح. بين الزينة وبين الطعام وبين الشراب وأنه لا إسراف. وطبعا صحيح. مفهوم الإسراف لعله يدور الليلة حول الطعام والشراب، نعم. وإن كان الإسراف هي لفظة عامة تتعلق يعني حتى في موضوع هدر الطاقة، موضوع هدر المياه، نعم. موضوع نعم. مثلا يعني في حديث شريف سيد عشاري: لا تسرفوا ولو كنتوا على نهر جار. يعني والمبذرين ربطوا مباشرة، نعم، هذا نعم بأنهم إخوان الحديث، نعم كنت صحيح وأنهم نعم. هذا الحديث كنت أريد أن أشير عليه، نعم. وهو حديث يعني لو سمحت لي أن نعم. أشير إليه فعلا، نعم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد وغيره أنه مر على سعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال سعد رضي الله عنه: أو في الوضوء سرف؟ يعني هو الآن يتوضأ، فقال: أو في الوضوء سرف؟ فقال النبي عليه السلام: نعم، وإن كان على نهر جار. ولذلك ذكر النبي عليه السلام أنه لا يجوز أن يزيد على الإنسان في الوضوء على ثلاث مرات، وقال: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يغتسل بالمد، عفوا، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهي كمية قليلة جدا من المياه، نعم. إذا أردنا يعني أن نقيسها، صحيح. وهذا هذا التوجيه من النبي، نعم. عليه الصلاة، نعم، وأدب نبوي رفيع منذ ذلك التاريخ، ونحن لازلنا غارقين في مسألة الإسراف. سيد مصطفى، زمزم في القاهرة، والأورمن هذه الجمعية استطاعت أن تسجل حضور لافت، وأنا الحقيقة أود أن أتحدث عن هذا الزيوع والانتشار لهذه الجمعية. كنت أتحدث مع ضيفي هنا قبل الدخول على الهواء وقبل الدخول إلى الخيمة في أنهم إعلاميا، جماعة حفظ النعمة لدينا في الإمارات لديهم بعض القصور الإعلامي، لأنه لم نسمع بهم إلى أي مدى الإعلام أيضا هو مهم، خاصة أن هذه المسألة تحتاج إلى تضافر كل الجهود، وبالتالي الإعلام هو الإعلان والوصول للناس. تفضل. في البداية اسمح لي أشكر حضراتكم على إتاحة فرصة زي كده نقدر نتكلم فيها عن الدور المنظمات المجتمع المدني في هذه القضية بالتحديد، ونقول لكل السادة المشاهدين في كل الدول العربية: كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. الجزئية اللي حضرتك أشرت ليها خاصة في انتشار نشاط جمعية الأورمان خارج يمكن جمهورية مصر العربية، واهتمامنا بالقضايا الاجتماعية والإنسانية وخاصة المشروعات التنموية، ويمكن احنا النهاردة في موضوعنا بنتكلم عن موضوع هام جدا، موضوع الانتشار الإسراف في يمكن الإطعام أو بعض الأنشطة الأخرى اللي يمكن بيكون فيها إهدار بشكل كبير جدا، وخاصة في شهر رمضان. خليني أقول لحضرتك أيضا الحمد لله احنا يمكن جمعية الأورمان بنتعاون أو بنتبادل الخبرات ما بيننا وبين المؤسسات الأهلية في كل الدول العربية، نستفيد منهم ويستفيدوا من بعض التجارب لدينا. يمكن احنا لنا تجربة في موضوع الإطعام أيضا خلال شهر رمضان، ننتشر بتوزيع مواد غذائية جافة على الأسر الأكثر فقرا في جميع محافظات جمهورية مصر العربية. اضطرينا ان احنا نبعد شوية عن موائد الرحمن اللي يمكن يكون فيها إسراف أو إهدار للإطعام، ولكن تركيزنا كان أكثر في إفطار الصائمين، ويمكن احنا لنا دور كبير جدا بالتعاون مع مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لأعمال إنسانية، ويمكن بنفطر في مصر دلوقتي في شهر رمضان أكثر من 3 مليون صائم، فده شيء احنا بنحاول ان يكون فيه ترشيد وفيه توعية بأهمية ان احنا نوزع مواد غذائية لأسر مستحقة وعدم الإهدار والإسراف فيها، بمعنى ان انا اسلم أسرة مكونة من 5 أفراد فقيرة كرتونة غذائية وزنها يصل ل 18 كيلو مواد غذائية، بوصل للناس لبيوتهم، بتأكد من بعض الأماكن الأكثر فقرا بدراسات على مدار العام. الحمد لله جمعية الأورمان يمكن تتميز أيضا بأن لها 40 فرع على مستوى جمهورية مصر العربية،
بنصل لأبعد وأفقر الأماكن في جميع المناطق الحدودية والمناطق في صعيد مصر أو وجه بحري. تعلمنا كثيرا من بعض التجارب الأكثر مننا، جمعية الأورمال لها خبرة على مدار أكثر من 20 عام، ولكن قدرنا أن احنا نتعاون مع 60 ألف جمعية في مصر ونقدر نعمل لهم توعية بأهمية الحفاظ على الأطعمة الزائدة عن احتياجاتنا، نعمل بروتوكولات تعاون مع الفنادق والمطاعم الشهيرة ان احنا لو الاكل مش فاسد او اكل سليم ليس به اي استعمال بيتم تجهيزه بشكل يومي. نعم. وايضا بالتعاون مع العديد من الجمعيات ويتم توزيعه بعربيات مجهزه على مستوى الجمهوريه. جيد، تجربه مشرفه تستحق الدراسه وجديره بالذكر. صحيح. أنا ودي أرجع لسيد سلطان، يعني الكثير بيجمع أنه التبذير، عدم توزيع الزكاة والصدقة هي أحد أسباب الجوع والفقر بالعالم. الصدقة لما أنا بدي أطلع صدقة في لها مواصفات معينة، كيف ممكن أنا أتوجه مثلا لجمعية وأقدم صدقة؟ شوفي، بس أنا أحبنا بعد أضيف حاجة، أن احنا يعني بالسنوات الأخيرة قمنا في توعية بالنسبة يعني للمدارس، لربات البيوت، بقضية كيفية الحفاظ على البوائد. إذا كان زاد عندهم يعني أطعمة زائدة بإمكانهم الحفاظ عليها في البيت نفسه، أو أن توزيعها نفسهم يعني كمشروع داخل البيت كمشروع حفظ النعمة. هذه نقطة. النقطة الثانية، نحن نحاول من ربات البيوت على أساس أن يقللون من عملية طبخ المواد الغذائية والتقليل منها، وخاصة في شهر رمضان. صحيح الكلام هذا أن تكثر المواد بشهر رمضان، ومن هذه قناتكم نحن بعد نوجه رسائل لربات البيوت على أساس أنهم يحاولون أن يقللون من الطبخ الزائد. بالنسبة تكلمتي أنت نقطة الصدقات، يعني هو الأفضل أنه يعني ما يطبخ زيادة، ولكن بالأموال هذه قد يكون أنه يتصدق فيها. إن كان في أماكن فائض مثلا بالطبخ الزائد في البيوت. صحيح، يعني في الفائض هذه صدقة. إذا كان هو يعني الإنسان دائما يحاول أنه حتى يعطي الصدقة يعطيها بطريقة صحيحة سليمة، يعني يحاول أنه يعني الأكل هذا اللي يقدم يعتبره يقدم لنفسه، يعني يحاول انه يخلي نفسه انه هو هذا صاحب الاكل هذا، مو بانه يعني يقول والله هذا انسان فقير واعطيه اي كلام بطريقه أي مرتبه مرتبه حضاريه نظيفه، يعني للاستخدام الادمي يعني. نعم صحيح، يعني حتى السيده عائشه رضي الله عنها كانت تعطل الصدقات وتقول بانها لله اولا. نعم. وبالتالي ان تخرج بهذا الشكل الجميل ومن ثم للفقراء. حديث طيب. سأعودنا للدكتور يسري شرقاوي، لكن بعد فاصل قصير في الخيمة نخرج ثم ندخل من جديد بعد الفاصل. ثمانمائة مليون إنسان لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء، وأكثر من مليار ومئتي مليون نسمة يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم. مشهد يؤرق الحكومات ومنظمات المجتمع المدني التي تصرخ بعدالة الغذاء والتوقف عن الإفراط في الإسراف والهدر والصيام عن شهوات النفس التي تزيد من الفجوة بين الفقراء والأغنياء. الخبراء وعلماء النفس يعيدون ظاهرة الإسراف والتبذير إلى النشأة الأولى للفرد، خاصة من يعيش منهم حياة البذخ أو يصاحب المسرفين أو من عاش السعة بعد الضيق، ظاهرة ما تزال تدق ناقوس الخطر وتزيد الشرخ الاجتماعي مع تعدد أشكال الإسراف من المأكل والمشرب والدواء والملبس والكمالية إلى السهر والكلام بلا طائل. يترتب على الإسراف الكثير من المفاسد الدينية والدنيوية التي تدمر المجتمعات وتقضي على الأخلاق وتعبث بالاقتصاد، فإغلاق النوافذ عند تشغيل المكيف يخفض حتى 15% من استهلاك الكهرباء، وإطفاؤه عند مغادرة المكان يخفض حتى 30% من استهلاك الكهرباء،
وكتابة قائمة الحاجية قبل الذهاب إلى المول يوفر 35% من الفاتورة الشهرية. إذن الحقائق مؤلمة في هذا العالم، وهناك فقراء يعيشون على الكفاف وآخرون يرموا بباقي الطعام. يعني هذه المعادلة فيها كثير من البؤس حقيقة. دكتور يسري الشرقاوي، كيف تستقيم هذه المعادلة التي تحدث عنها هذا التقرير بشكل علمي مستدام؟ بشكل علمي ومستدام لابد أن يكون هناك منظومة ولها أهداف استراتيجية واضحة للحفاظ على الغذاء في قطر أو في دولة ما. تبدأ من العملية التوعية التعليمية من البداية، القوانين الرضعة للحفاظ على الغذاء لأنه مكون رئيسي في صحة المجتمع. النهاردة أنا شفت دول تقدمت في القصة دي كويس جدا، يمكن بدأوا يضعوا في الفنادق في الأوبن بوفيه لافتة تقول لكل الناس أي 100 جرام أو 200 جرام هيزيد عن حاجتك تدفع عليه 3 دولار. يعني هنوزن الطبق بعد ما تخلص أكل وكل 100 جرام هتدفع عليه 3 دولار. فبقى في حاجة اسمها برين ستورمينج، بتتعامل عاصفة أفكار على صوت الدولار. هذا صوت رادع، صوت قوي، صوت رادع، بحيث الناس أساسا قبل الفطار في رمضان أو بتدخل على الأوبن بوفيه بتتخيل أنها هتاكل الحياة، هتاكل الدنيا كلها، وبيفاجئ أنه بيملى طبق كبير جدا وما بياكلش منه أكثر من 600 700 جرام أو 800 جرام ماكسيمم، ويكون هو شايل الطبق في إيده فيه 3 كيلو جرام 3.2 كيلو جرام. فدي مشكلة كبيرة جدا، محتاجة قوانين منظمة ليها داخل المطاعم وداخل الفنادق وداخل الأماكن كلها، توعية في المدارس من الصغر مهمة جدا، البرامج التعليمية بتاعتنا في المدارس والمناهج التعليمية في المدارس بدأت مواضيع الإنشاء ومواضيع التعبير تتحدث عن مثل هذه المواضيع، ونلاقي فيها الأسئلة في الامتحانات بتركز على مثل هذه المواضيع الهامة جدا في الخدمة المجتمعية. الإخوة اللي بيقدموا واجبات في المصانع، واجبات في البيوت، الإخوة اللي بيعملوا حفلات وولائم، أنا كمان دعيت في أكثر من مرة إنه نجوم المجتمع يتبنوا مثل هذه القضايا، الإعلاميون يتبنوا مثل هذه القضايا. أنا النهاردة أنا أفتكر لو في نجم من نجوم المجتمع أيا كان وضعه السياسي أو الاجتماعي أو الرياضي، إذا أقام حفل وطلع الحفل بسيط جدا وتصور واتنقل للمجتمع إن حفلات الأعراس ما بقاش فيها الأوبن في المكلف بهذه الدرجة، المجتمع دائما يقتدي بالنجوم ويقتدي بقضاياته ويقتدي بالناس دي بقلدهم كتير. فدي كلها حلول غير تقليدية، دعونا نفكر خارج الصندوق لنخرج بأفكار قوية جدا المجتمعات تحظى حظوها. احنا عندنا جائعون في العالم بغض النظر عن رمضان او 12 شهر في السنة. صحيح، لدينا جائعون. في احصائية لأكثر 10 دول بالعالم فقيرة او تعد تحت خط الفقر، معدل العائلة بيستخدم باليوم الواحد تقريبا من 2 دولار ل 3 دولار يوميا للعائلة كاملة، وصنف قطاع غزة من احد اكثر الدول فقرا في العالم او العشر دول بالعالم خلال السنة الحالية 2014. استاذة مؤمنة، انا عايز اضيف بس ان احنا لازم نوصل لمرحلة انه برضو كمان اعلم الاسره اللي انا كل يوم اودي لها شنطه او صندوق او كرتونه الغذاء هي ازاي تتعود على الغذاء، اخد منها شخص اشغله، اخد منها شخصين اشغلهم. لازم تكون تنميه مستدامه، لازم ادي له قطعه ارض يزرعها، لازم احاول بقدر المستطاع انه انا شفت اسره، الاسره دي لازم ادرسها اجتماعيا، مش مجرد ان انا معايا سيارات ومعايا فريق ومعايا جمعيات بتوزع قطع وبتوزع اغذيه. توزيع الاغذيه قد يكون له اثر ايجابي واثر سلبي. دعونا ننظر الى الاثر الايجابي والسلبي ونعمل تنميه مستدامه متزنه، أهداف استراتيجية واضحة. نعم جيد، أنا أشكرك على هذا الحديث العلمي حقيقة. أنا أنتقل إلى الدوحة وأتساءل مع ضيفي الكريم هناك عن شهر رمضان. بطبيعة الحال شهر له خصوصية دينية ترتفع فيه الروحانيات، تصفت فيه الشياطين، يمكن ده واحد من الأسباب الرئيسية اللي تخلي الناس يتجهوا كل هذه الاتجاهات المتألقة. لكن كيف نجعل من كل شهورنا رمضان يعني؟ خاصة في مسألة العطاء يعني. نعم نعم، بلا شك أن شهر رمضان كما ذكرت يرفع الناحية المعنوية والإيمانية، وقد كان النبي عليه السلام يعني أجود الناس وكان أكثر ما يكون وجودا في رمضان، وهذا هو الواقع يعني بالنسبة للصائمين. لكن كنت أحب أن ألفت نظر يعني الإخوة الصائمين إلى مسألة، وهي اعتبار الصيام يعني مناقضة الإسراف للصيام. أصلا الصيام هو جاء للتقليل من الطعام، يعني لا يعقل أن يصوم الإنسان مثلا 15 ساعة أقل أكثر في النهار ثم بعد ذلك يسرف كل هذا الإسراف في الليل، هذا مناقض تماما لمقصد الصيام. الصيام هو جاء للتقليل من التقلل من الشهوات، التقلل من الدنيا، التقلل من الطعام والشراب. ف يعني هذا المفهوم أحد المفاهيم التي ينبغي أن تصل بشكل صحيح
إلى عقول الصائمين، بحيث أنه يكون عامل مساعد لموضوع تقليل الإسراف والتبذير في الليل عندما تفرش الموائد من كل الألوان. أيضا النواحي الترشيدية والإرشادية من نواحي طبية، يعني بعض يعني الحلويات أو الكرم كراميل والأصباغ والشغلات هذه كلها، هذه كلها أيضا قد يكون لها يعني ردود سيئة، ردود أفعال سيئة أو يعني ليست جيدة بالنسبة لصحة الإنسان. لو يكتفي بتمرة مثلا ويكتفي بمياه ويكتفي بشوربة خفيفة وأشياء خفائف، هذه كلها يعني مفيدة له صحيا وأيضا توفر عليه اقتصاديا وتوفر كذلك المجتمع. أنا في الحقيقة كلام الدكتور قبل قليل عن الفنادق التي تضع غرامات على الذين يأكلون أو يضعون أو يطلبون أكثر ما مما ينبغي يذكرني بقصة قرأتها يعني حول طالب عربي كان يدرس في بلد أوروبي في ألمانيا، فذهب إلى المطعم وطلب يعني طاولة كبيرة وهو وحده وأكل منها شيء يسير، وكانت هناك يعني امرأتان تراقبانه، امرأتان ألمانيتان، فاستدعوا الشرطة فجاء وقال، تعجب هذا الطالب قال أنا ما عملت جريمة ما سويت شيء، فقالوا لا أنت أكلت يعني طلبت أكثر مما يعني تحتاج، وحرر له محضر مخالفة وغرم بذلك. بالفعل هذا يعني من الأشياء التي يعني يمكن أن تؤدي إلى تقليل الهدر في موضوع الطعام والشراب خاصة في المطاعم. نعم صحيح، هذه القصة يعني فعلا هي حقيقية وفي ألمانيا كما ذكرت تحديدا، لكن يبدو أن ألمانيا أسرفت البارحة مع البرازيل على كل. أنت مصر لا ترجع تذكرني بالبرازيل. إسراف إيجابي هذا. الإسراف بس مش متعلق بالأغذية، الإسراف متعلق كمان ببعض أنواع من الاحتفالات. أنا بنتقل للسيد مصطفى، المرصد السوري لحقوق الإنسان بمطلع عام 2014 قال أنه شخص مواطن سوري بيموت كل 10 ساعات، وشخص كمان بيموت كل 8 ساعات من البرد، و15 لاجئ سوري بمخيم اليرموك ماتوا بالحصار اللي كان على هالمنطقة. كله كان هاي الأشياء عم بتدور وقت كان الناس العرب عم بيحتفلوا برأس السنة، أنفقوا حوالي مليارين دولار خلال رأس السنة كجمعيات خيرية أو لحقوق الإنسان أو أيتام أو غيره. كيف ممكن تستغلوا هيك مناسبات لحتى تقدروا تستقطبوا أكبر قدر من الأموال لحتى أنه نقدمها مثلا لأيتام أو ناس فقراء؟ في الحقيقة يمكن كلام حضرتك مهم جدا، أن احنا في بعض المجتمعات العربية بتهتم بالاحتفالات وبعض المصروفات يعني المغالى فيها، وده يمكن احنا لو توجهنا لفكرة التنمية المستدامة، اللي يمكن احنا الحمد لله بيكون ده شعار الكثير من الجامعات الأهلية في الفترة الحالية، وده يمكن اتغير عن الفترة الماضية، ان احنا مش بس بنقدم الإطعام للأسر الغير قادرة على العمل أو الأسر المريضة فقط، ولكن احنا عاوزين نعمل توعية للمجتمع العربي بشكل كامل ان الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل الأهلي لها دور كبير جدا في التنمية والتنمية المستدامة وعمل مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة نقدر نخلي أو نعطي كل الأسر الغير قادرة والفقيرة في كل المجتمعات سواء في مصر أو في سوريا أو في أي دولة من الدول العربية، إن احنا عاوزين يكون الناس لديهم مشروعات قائمة متابعة من الجمعيات الأهلية في تسليم هذه المشروعات. لدي تجربة في جمعية الأورمان إن احنا قمنا تسليم أكثر من 150 ألف مشروع تنموي، هذه المشروعات تدر دخل بشكل شهري، بتقدر الأسر تصرف على نفسها وتقدر الأسر يكون في مشروع مستمر ودائم لديها، فده بيشيل جزء كبير أو عبء كبير جدا إن احنا نفكر في إطعامهم أو نوفر لهم بعض الأطعمة على مدار العام. بننتقل أيضا إلى فكرة أخرى إن احنا يكون في تكاتف وشبكة تعاون ما بين الجامعات الأهلية سواء داخل القطر المصري أو الجامعات الخارجية، ان احنا يبقى عندنا حصر او عندنا خريطه بتبين اكثر المناطق فقرا واحتياجاتهم ايه من المشروعات التنمويه او تتناسب مع البيئه اللي هم عايشين فيها، وده بالشكل ده بنكون خلقنا مجتمع فيه تنميه فعلا بالشكل الحقيقي وقدرنا نوفر لهم كل احتياجاتهم سواء تعليميا او صحيا. نعم. في مشروع متكامل. نعم جيد، هذه نقطة في غاية الأهمية سيد مصطفى، يعني لا تعطي المحتاج سمكة لكن علمه كيف يصطاد، كنت أود أن أتساءل وأنت أجبت وشيء رائع ومشرف. سيد سلطان،
جمعية حفظ النعم ونعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء، والابن النجيب مؤكد هو حيكون بهذا السلوك اللي هو يحافظ على الناس ولا يبذر وما إلى ذلك. هذه النعم الكثيرة نحن لا نريد أن نحصرها فقط في الغذاء يعني، وأنا أعلم أن لديكم أيضا جهد في فائض الأثاث وفائض الزي والملابس، أيضا جيد أن نحكي عن هذه التجربة. هو صحيح يعني أن المشروع يعني مش بس فقط للمواد الغذائية يعني، ولكن مثل ما ذكرت لك أن الكساء الملابس المستعملة يعني، لكن بعدنا نرجع ونقول أن ربات البيوت يعني لابد أنهم هم يعني يقدمون حاجة طيبة يعني، لابد أنهم هم يتعاونون مع المؤسسات سواء كان مشروع حفظ النعمة أو مؤسسات خيرية بأن يقدموا أفضل ما عندهم، بأن يقدموا الشيء الجميل، الشيء الممتاز، الشيء المرتب حتى يستفيد منه الآخر. يعني مش معقول أني أنا أرمي حاجة يعني بأي كلام يعني، لكن أنا لابد أن أنا أركز على هالموضوع. الشيء الثاني أن نحن نحاول أن نثقف حتى ربات البيوت، حتى الأسر، حتى المدارس. يعني بالفترة الماضية نحن استهدفنا المدارس، ناخذ شنط منهم من الشنط المدرسيه، لكن السنه الثانيه نحن نحاول ان نربي في الطالب كيفيه الحفاظ على هذه الشنطه، على اساس انك انت بكره هذه الشنطه راح يستخدمها شخص اخر، فمن بدايه السنه هو يحافظ على هذه الشنطه. كذلك يعني نحاول نربي فيه روح العطاء، روح التبرع، روح مش بس نحن مش يعني بس اللهم ان انت عطني تبرعك، لكن في تثقيف وتعليم وتوعيه من خلال الطالب ومن خلال المجتمع، من خلال ربة البيوت، من خلال رب الاسره، من خلال المجتمع ككل يعني. نعم. الاعلاميين كذلك يعني لكم دور كبير انتم في عمليه ان نحن كيفيه تغيير. نعم. يعني السلبيات هذا النمط يعني، هذا النمط لابد ان يتغير. صحيح. يعني صحيح. حتى يعني ان نحن نكون في يعني مش التقدم، ان نحن يعني نشوف البلاد الاوروبيه او الاماكن هذه. صحيح. يحافظون على النعمه يعني يعني بشد المقاييس يعني. صحيح. وياكلون الاطعمه، ياخذون الطعام اللي يكفيهم يعني. احيانا نحن في السوبر ماركت او الهايبر ماركت او محل ما يباع الغذاء، احيانا يتهامس بعض العرب يعني في نوع من السخريه على الاجانب، في انهم ياخذوا موزه او موزتين. صحيح. معها بطيخه، نص بطيخه وهي جاهزه او ربع بطيخه، لكن يبدو انه هم اللي على الطريق الصحيح ونحن يعني على الطريق الخطا، باين المساله. وصحيح انت. نعم. اذا انت بتلاحظ انت بدايه رمضان او قبل رمضان. نعم. بتلاقي ان العالم صافين يعني كانه يعني نحن عايشين في صحراء ولا شيء يعني. صحيح. تهافت كبير، تهافت كبير. أي. على الاسواق يعني ما بي. نعم. يعني الاسواق موجوده والمواد الغذائيه. نعم. موجوده، ولا بد ان يعني لا سلوكيات ينبغي ان تزول سلوكيات. نعم. ونحن لها بالمرصاد يعني عبر برامجنا في الاعلام وعبر استضافتكم كمختصين في هذا السياق. صحيح. قله الوعي وعدم التثقيف هي بتعمل عدم توازن بالعالم، بدليل انه في حوالي 890 مليون شخص بالعالم بيعانوا من النحافه والجوع، بينما مليار و500 تقريبا بيعانوا من زيادة الوزن والسمنة. صحيح. كيف فينا نحاول نخلق نوع من التوازن مع أنه هذا شيء مستحيل بالعالم؟ خلينا بس نضيف حاجة بسيطة، وأن هي خلونا نتحدث برضو من منظور، احنا في يوم زي النهاردة وبنحاول ناخد أكثر من بعد للقضية. صحيح. هو منظور التثقيف، الثقافة. عندما نتحدث عن ثقافة المشتريات، ثقافة الشراء هي البداية يعني. أنا بشوف ناس بتروح في الأسواق، لو احنا رصدنا بمرصد أو بكاميرا بسيطة جدا أمام التسوق العربي والتسوق الأوروبي، ستجد من منظر السيارات منظر محتاجين نقف نحط عليه أكثر من سبوت، بالذات في ليالي الأعياد وليالي الحفلات وليالي الولائم وليالي كذا. ما زال عندنا عيب اللي يشتري نص كيلو. ثقافة الدرزن والدستة والترتونة دي لازم تنتهي تماما ونشتغل عليها كويس جدا.
ده شيء مهم جدا من المنبع اللي هو انك كرم الزايد. ده ملوش علاقه اطلاقا، احنا للاسف شديد جدا برضو موروث خلط بين مفهوم الكرم ومفهوم الاسراف، الخلط بين مفهوم الكرم والغنى ريتش مان والاسراف. دي مفاهيم احنا للاسف شديد جدا احنا حصل لنا داون لودنج ببرامج قديمه من 100 سنه و200 سنه ومحدش عمل لها ابديتنج. الناس سبقونا في الكلام ده كويس جدا. احنا عندنا ثقافه الشراء ثقافه محدوده جدا، بس في بعض النساء دكتور يعني مثلا اذا كان زوجها فرضا راح يشتري لها اغراض من السوبر ماركت بتقول هذا بخيل ما جاب لي اغراض. هي بقى ما عشان ثقافه، احنا مش هنتكلم على بعض النساء وبعض الرجال، احنا هنتكلم على توتال عينه من 330 مليون في العالم العربي والاسلامي 334 335 مليون، واحنا مستمرين في هذا الكلام لان احنا عندنا الثقافه، الثقافه في بنت وفي ولد وفي ست وفي راجل، فيهاش مشكله خالص. احنا نتحدث عن التثقيف في الشراء، التثقيف في الغذاء وفي تداوله ده شيء مهم جدا، التثقيف الصحي للغذاء وهو ما تحدثت عنه بما يسمى سوء التغذيه. سوء التغذيه ليس معناه ان واحد مش لاقي اكل، ده واحد بيتغذى غلط. يعني واحد بياكل نص كيلو لحمه، نص كيلو لحم ايا كان نوع اللحم في مره واحده وجسمه هيمثل 80 جرام او يعتقد انه هذا الاكل هو بالنسبه له هو اللي هيغنيه، هو اللي هيبقى ريتش مان، هو اللي هيخليه صحي، وفي حين ان الميتابوليزم او عمليه الهضم والتمثيل الغذائي عنده هتستهلك 80 جرام فقط، وبالتالي هو عمل عبء على باقي الاجهزه الهضميه وباقي الاجهزه اللي موجوده في جسمه، وعمل عبء على المجتمع في الاسراف المادي. لازمنا دكتور تربيه. احنا عندنا مشكله كبيره جدا، والعالم العربي لديه مشكله كبيره جدا في الثقافه. الثقافه اللي بتخلينا كمان مش عارفين نتعامل مع زي ما الزميل مصطفى اتكلم من مصر، مش عارفين نتعامل مع منظمات المجتمع المدني. ما هو برضه منظمات المجتمع المدني لما دخلت تشتغل في اي عمل عام اتقلب في لحظه سياسه، واتقلب في لحظه مفيش ثقافه، الناس مش عارفه تعمل سورت اوت، مش عارفه تعمل ايضاح، فبدا كل 4 5 يشيلوا 7 8 كياس في الشارع، ايه رايحين نوزع على الفقراء ودول طبعا مش عارف مين، عشان كده ما راحوش لسوريا وما راحوش للناس على الحدود. احنا لازم نعرف المشكله ونحاصر المشكله ونحدد المشكله ونحط المشكله اندر سبوت عشان نعرف نوصل لحلول. صحيح. هذه الحلول لابد ان تاتي من ديبلي اسسمنت، من تحليل عميق، من شغل على الارض وعلى الواقع. صح. كويس جدا. لازم يكون في ايدنتيكال، لازم يكون في اي دي، انا منظمه حقوق الانسان تبع لمين؟ صحيح. مين بيرعاني؟ هل الدوله بترعاني؟ هل الدوله مقشره لي؟ هل انا بشتغل تبع مين؟ مين اللي ورايا؟ مين الامبريلا؟ كل الامور دي كلها ثقافه لازم تتفتح امام المجتمع العربي، امام الشارع العربي، امام الطفل العربي، امام الست العربيه، ساعتها نصل الى مرحله كبيره جدا من منظومه مجتمعيه. تاتي هذه المنظومه الى ان تحلل 2 مليار دولار في ليله امام مجتمعات لا تجد الكساء ولا تجد الغطاء ولا تجد حديث الغذاء. حديث جيد، حديث جيد، وفورا سننتقل الى فاصل بعد هذا الحديث لنعود في الخيمه وفي الجزء الاخير نقدم توصيات بقى. نحن معنا ضيوف أكارم مختلفي التوجهات لكن الفكرة واحدة والرؤية واحدة والهدف واحد. بعد الفاصل. يسعد مساكم من جديد مشاهدي الكرام في ظلال الخيمة، والخيمة اليوم أسرفنا في الحديث الحقيقة عن موضوع حيوي ومهم، لازم نتأنى شوي موضوع موضوع الإسراف والتبذير كظواهر سيئة الحقيقة، والسوء بتاعها بأنها تنعكس على آخرين كان من المفترض أن يكونوا بشكل أفضل. أنتقل إلى الدوحة. الأستاذ فيصل العشاري الباحث والاستشاري الاجتماعي، والحديث صب في نهاية الأمر على الثقافة والتثقيف والوعي والإعلام. هذه المسائل يبدو أنها مفصلية في مسألة الخروج من هذه الأزمة، والبداية من المنازل وربات البيوت. هؤلاء لسنا بالمتهمات لكن عليهم مسؤولية كبيرة خاصة في مسألة الغذاء والهدر الغذائي ابتداء من المنزل. فبماذا نوصي سيد فيصل؟ بلا شك كما ذكرت وكما ذكر الإخوة كذلك قبلي، موضوع التعليم هو موضوع مفصلي، ولن نستطيع أن نغير هذه العادات إلا بتغيير ثقافة عامة، وهذا يحتاج إلى أكثر من جهة ووسيلة، منها النطاق التعليمي في المدارس، كيف يعني أيضا ضمن المواد الدراسية، ايضا الناحيه الاعلاميه كما انتم يعني كالحلقه هذه ما شاء الله وغيرها. كذلك يعني
دور الوالدين في البيت بالنسبة للأولاد، وكذلك ربات البيوت. ربات البيوت عليهم عبء كبير، ولكن هم في النهاية ضمن منظومة، يعني ضمن منظومة الأسرة وضمن منظومة المجتمع، لا يستطيعوا أن ينفصلوا يعني بالتأثير أو بالقرار، لأن الكل محيط بهم. فلذلك لابد أن يكون هناك كما ذكر يعني قبلي الإخوة، يعني تنمية مستدامة ترعاها الحكومات، ثقافة ترشيد عامة تتولاها مؤسسات الدولة، تتولاها مؤسسات المجتمع المدني، أيضا كما قلنا الناحية التعليمية، كل هذه تصب في ناحية واحدة وهي ثقافة الترشيد والتغيير النمط العادات السيئة التي يعني اعتاد عليها الناس، إضافة إلى الناحية الإيمانية أو التأثير الديني، خاصة فيما يتعلق في مواسم يعني دينية مثل موسم رمضان والذي يكثر فيه التبذير والإسراف، وربط هذه المفاهيم أيضا بمفاهيم دينية، بأن معاني الصوم مثلا أنه لا ينبغي أن نسرف لأن هذا ينافي مقاصد الصوم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثلا على سبيل المثال أن الإنسان إذا أكل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ومثل هذه الأمور يعني يمكن أن تساهم إن شاء الله بحل جذري في هذه القضية، ولكن على المدى البعيد بلا شك. طيب، يعني هي أكيد منظور ديني بحت، ولكن ممكن ناخذها من منظور أخلاقي ومجتمعي آخر. سيد مصطفى، يعني المعادلة متناقضة، فينا نقول أنه كيف ممكن كل هالأموال والمليارات بأيدي العرب بينما الجزء الآخر من العرب أو من العالم بيعاني من جوع مفرط، ليس جوع فقط تغذية إنما جوع بشتى أنواع النعم، يعني الملبس، المسكن، في عالم كتير هوملس أو بلا بيوت بتنام بالشوارع. كيف فينا نوجه مثل كلمة للعرب؟ خليني فأقول لحضرتك أو أضيف على كلام الدكتور يسري اللي يمكن من قليل قاله، هي توعية وهي ثقافة للمجتمعات العربية. للأسف إحنا ما عندناش التوعية بالشكل الكافي لكل المنطقة العربية. إحنا بنحاول يمكن الفترة اللي فاتت دي من خلال اتصالاتنا بكل المنظمات الأهلية في الدول العربية إن إحنا إزاي نوصل لكل كبار رجال الأعمال أو كل كبار السادة المتبرعين في الدول العربية إن يكون في خطة مشروحة ومدروسة ولها دراسات مسبقة مع الجامعات الأهلية في كل الدول العربية، ازاي كل كبار المتبرعين او كل رجال اعمال يوجهوا فلوسهم اللي يمكن زياده عن احتياجاتهم او جزء من الضرائب بتاعته او جزء من التبرعات على مدار السنه لبعض المناطق الفقيره على مستوى الوطن العربي، مش بس في داخل مصر او خارج. الغرض ده احنا الحمد لله اشتغلنا عليه مع دوله الامارات، وانتقلنا ايضا مع المملكه العربيه السعوديه ثم دوله الكويت، ويمكن بنتحرك مع الاردن في الفتره القادمه، لكن احنا عاوزين ننشر ده بشكل اعلامي زي اللي حضراتكم بتعملوه النهارده، ايضا بننشره عن طريق وسائل السوشيال ميديا المنتشره دلوقتي على مستوى العالم، ازاي يكون عندنا توعيه حقيقيه بكيفيه الترشيد وكيفيه الانفاق السليم لمشروعات او للمناطق الفقيره لتنميتها، تنميه حقيقيه مش مجرد رعايه فقط او مجرد ان انا هعطيهم بعض الاغذيه لفتره شهر رمضان او بعض الشهور او المواسم الاخرى على مدار العام. احنا بنتجه ان احنا نغير فكر المجتمع المدني بشكل كامل، جميع منظمات العمل الاهلي على مستوى الوطن العربي يكون لها فعلا هدف ورؤيه واضحه من تنميه لكل المناطق الفقيره على مستوى الوطن العربي، كل واحد فينا بيفيد الاخر بالتجربه بتاعته ومدى نسبه النجاح عندها. بنقدر نتواصل مع حضراتكم من خلال وسائل الاعلام، ونقدر نتواصل مع كل وسائل الصحافه ايضا ان احنا ننشر هذه التجارب لكي نستفيد منها ويستفيد منها رجال اعمال او اصحاب البنوك والقطاع الخاص اللي عندهم السي اس ار بتاعتهم او المسؤوليه الاجتماعيه يقدروا يوجهوها في المناطق الصحيحه، مش مجرد ان انا بشتري جهاز في مستشفى او اتبرع لبعض الاطفال الايتام في احتفالات يوم اليتيم او لاخره، انا عاوز يكون في تنميه فعلا حقيقيه ومستدامه ويكون هناك توعية إعلامية وصحفية قوية. يمكن حضراتكم بتبدأوا النهاردة من الحلقة ديت يكون في معانا الأساتذة الأفاضل المحترمين بنبين بعض التجارب بتاعتنا والخبرات اللي بنستفيد منها، فبنقدر نبين لكل المجتمع العربي قد إيه إن الفكر اتغير، قد إيه إن المجتمع المدني والجامعات الأهلية اتغير تفكيرها، بقى في ناس عندها بيدرسوا صح بيتدربوا بشكل محترم،
بنستفيد من الدول الغربية والدول الأوروبية، إن إحنا لو عندهم تجارب أيضا نستفيد منها، ده مش عيب أبدا، هم بيستفيدوا من بعض التجارب عندنا. المنظمات الدولية المانحة أيضا بتبدأ تدرس هذه التجارب ويكون فيها رد فعل لكل المجتمع العربي. جيد، حديث جيد، ونحن نشد على أيديكم أيضا طالما الهدف هو واحد. وتصلنا تغريدات الحقيقة على تويتر في هذه الحلقة، أحمد يغرد إحنا جزء منهم وهم جزء مننا، يتحدث عن العلاقة بين الفقراء والأغنياء أو من يملك ومن لا يملك، لا نضحى بهذا الشكل أغنياء وفقراء، ويضيف إسرافنا قساوة، قلوبنا أيضا تأبى أن تقوم بهذا الفعل، هيا لكي نتعافى من قساوة القلوب والحمد لله دائما. تغريدة تصف في هذا الاتجاه. عبد السلام أيضا يبرر في صحيح تغريدة أخرى من عبد السلام البراك، غرد أنه إفقار الشعوب العربية والإسلامية مبرمجة عالميا، هو لما يشبع المسكين يبدأ يفكر بحقوقه ثم يطلع مظاهرة ثم مواجهة أمنية ثم أمريكا تزعم. يعني أنا الحقيقة هو وجهة نظر ومقدر وكل شيء، لكن هذا الربط للنظريات المؤامرة يعني أصبح كثير جدا، أحيانا يكون فوق الاحتمال. نحن يجب أن نحمل أنفسنا مسؤولية كثير من التفاصيل. سيد سلطان وجمعية حفظ النعمة والعلاقة بين الدولة والجمعيات كما كان الحديث يدور في هذه الحلقة، وأنا ألحظ أن الثقة في الجمعيات الخيرية في دولة الإمارات ثقة كبيرة عالية، ألحظ ذلك حتى من خلال التبرعات التي تقدم. هل لأن الإمارات دولة غنية مثلا ولا يتبادر إلى ذهن الشخص المتبرع بأن هذه الدولة قد تلجأ لمثل هذه الأساليب ويحدث نوع من الفساد كما يتبادر إلى لسان الكثيرين في دول أخرى، هذه حقائق يعني، أم لأنها أيضا دولة منضبطة المواطن فيها أو المقيم يشعر بأن هذه الجمعية لا يصدق لها دون التأكد من هويتها واتجاهاتها وإلى أين هذه الأموال تذهب؟ لماذا في رأيك هذه الإجابة تهمني لمعرفة أوجه القصور؟ لا، هي حقيقة أن الحمد لله رب العالمين نحن عندنا الهيئات الخيرية منضبطة ولديها يعني أصول ثابتة ومعروفة وكيفية إيصال هذه المعونات لمستحقيها ما في أي شك في الموضوع هذا، لأن المحسن وثق في الجمعية هذه ووضع أمواله تحت تصرف هذه الجمعية، فهذا ما في شك بالنسبة للموضوع هذا. ولكن يعني فيه بعض، نرجع نقول بعض العادات والتقاليد الموجودة لدى مجتمع دولة الإمارات هي اللي تجعل أن البذخ موجود والإسراف موجود، ونحن يعني في خلال البرنامج هذا يعني يجب أن في كل بيت تضع قوانين بخصوص موضوع الإسراف، هذه من ناحية. من ناحية ثانية أنه يعني التقليل من الإسراف هذا هو من ديننا الحنيف، يعني ما غريب علينا، يعني ليش نحن يعني ناخذ من الغرب يعني أمثلة أو ناخذ من أي مكان أمثلة؟ يعني صحيح، الحمد لله رب العالمين. نعم، ولعل تاريخ هذه الدول الخليجية أيضا في ذلك مشرف، يعني هم غاصوا حتى البحار حتى يستخرجوا أرزاقهم يعني. صحيح، ويخشوشون فإن النعمة لا تدوم. كل هذا الإرث يجب أن يفعل حتى تعي هذه الأجيال أن هذه النعمة أيضا لم تأتي من فراغ ولم تأتي دون تعب وغوص وسهر وما إلى ذلك. ننتقل أخيرا الدكتور يسري، يمكن كما ذكر سيد سلطان بأنه العادات والتقاليد بتأثر على المجتمع من هالناحية، يمكن أيضا غياب الوعي الادخاري، الوعي الادخاري من ناحية الصرف والبزخ والإسراف على شتى مناحي الحياة. هو الوعي الادخاري موجود في الشارع العربي كله، أنه زي حوش فلوس بس، لكن يحوش اكل لا، يحوش ملابس لا، يحوش كل الناس عارفه، يقول لك تدي له راتب كام؟ تقول له 2000، تقول لك طب لا مش هيكفي، ليه؟ اصل احوش منه كام؟ مش هيعيش ازاي؟ فهو الوعي الادخاري في العالم العربي كله وعي مادي. الله يحوش نفسها اصبحت ما فيها. هو عايز وعي ادخاري في الفلوس بس، لكن مش وعي ادخاري في الغذاء، في الصحه، في البيئه، في مخرجات البيئه اللي احنا بنتعامل عليها، ما عندوش وعي. يمكن كمان في وعي ادخاري انه هو ما بيصرف على الجزء الثاني من العالم. لكن تعالى نتحدث عن العالم العربي، نتحدث عن نوعين من الحكومات، حكومات ما عندهاش ضرائب وحكومات عندها ضرائب. الحكومات اللي موجود لديها ضرائب لابد ان برضه الوعي ان انا ادفع ضرائب كويس، اخد السلعه بسعر كويس، وعندما ادفع ضريبه للدوله كويس الدوله ستتبنى هذه الجمعيات المجتمع المدني وتتبنى علاج الفقراء بشكل جيد. والدول اللي ما عندهاش فقر وعندها رجال اعمال، رجال الاعمال
يوصلون على ميت. رجال الاعمال بيشتغلوا علشان خاطر عايزين استثمار وعايزين ربح، هو يطلع جزء من ارباحه للعمل الخيري، ولكن لابد ان يستفيد. اديله من الناس اللي تاخد ارباح دي 50 60 موظف او 70 موظف او 80 موظف من هؤلاء الناس اللي بياخدوا فلوس من الجامعات الخيريه. الجامعات الخيريه لابد ان تعلم وتثقف وتدرب وتخرج الناس من البطاله وتخرج الناس من الظلمات الى النور. الخروج من الظلمات الى النور ليس بالقران الكريم فقط ولا بالاحاديث النبويه الشريفه، انما بتطبيق وانعكاس تطبيق واسقاط جيد لهذه الايات، واسقاط جيد في الناحيه العمليه التطبيقيه لهذه الايات. نحن فقراء في الثقافه، طالما فقراء في الثقافه سنظل هكذا. 200 مليار محطوطين في جزء من العالم العربي، وجزء من العالم العربي ما فيهوش دولار واحد. هذه ثقافه توزيع، ثقافه عداله، ثقافه وعد خيري، ثقافه تعليم، ثقافه اهتمام بالتعليم، ثقافه اهتمام بالبيئه، ثقافه اهتمام بمخرجات البيئه. نحن نؤثر على البيئه، نحن نظلم البيئه كل ساعه كل ليله كل دقيقه بالتكييف بالهواء بالماء بالاستخدام الامثل والغير امثل للكهرباء بشكل كثير جدا. انا ساظلمك يا دكتور. شكرا جزيلا. سوني هذا الحديث الجميل حقيقه. شكرا جزيلا. في اوقات اخرى. ونتمنى مشاهدي الكرام أن لا نكون قد أسرفنا عليكم. شكرا جزيلا لضيوفي في هذه الحلقة وضيوفنا في الخيمة، السيد السلطان محمد الشحي مدير مشروع حفظ النعمة التابع للهلال الأحمر الإماراتي، والدكتور مهندس يسري شرقاوي المستشار والخبير الغذائي في المنطقة العربية وهو الرئيس التنفيذي أيضا لبيت الخبرة الاستشاري. ومن الدوحة أشكر الأستاذ فيصل العشاري الباحث والاستشاري الاجتماعي، شكرا. ومن القاهرة السيد مصطفى زمزم مدير جمعية الأورمن لرعاية الأيتام والمساعدات الخيرية، نتمنى لكم أن تواصلوا بذات النسق وذات المسير. وشكر الجزيل أيضا ل لا شريكتي هذه صعبة شوي، مش شريكتي، لزميلتي البرازيلية البرازيلية. احنا بنقول في الخيمة البرازيلية والمذيعة المشاركة البرازيلية المذيعة البرازيلية المشاركة البرازيلية. نتمنى انه اليوم يعني ايضا مباراة الناس ولا هولندا اليوم؟ صحيح، الارجنتين وهولندا. الارجنتين ولا هولندا؟ الارجنتين، والارجنتين بطل العالم. الارجنتين بطل العالم. هولندا الارجنتين؟ ارجنتين ارجنتين. مصطفى ارجنتين ولا هولندا؟ ارجنتين ارجنتين. ثلاثة. سيد عشاري والله يبدو انه ما عندك بدون تعليق. خلينا في النص يعني. في النص. لا لا بدون تعليق في النص. لا لا في النص. اسبانيا اسبانيا اسبانيا. في النص خليك مع اسبانيا او البرازيل. في بعض الناس ارجنتيين انا اليوم واقفه ضدهم، انا راح اشجع هولندا. هولندا. غير يخسر. انا ما انا ما حشجع اي فريق، لكن تحياتي بشجع السودان وكلنا ميسي. الى اللقاء. باي باي.